استرخاء جفوف الأطفال لمشاكله وتبعياته وعلاجه مفيد جدا جدا جدا. تعالوا نشوف الفيديو اللي جاي ده ايه معنى الكلام ده. وكان جفونا الفوقين نازلين لتحت الحمد لله قدرنا نطلع جفونا لتحت طلعناهم لبره، كانت الرموش داخله جوه ما كانتش بتفتح عينيها، والجفون الفوقانيين رفعناهم. يعني عملنا عمليتين، عمليه في الجفون التحتانيه عدلناهم، والجفون الفوقانيه رفعناهم من فوق. الكلام ده يمكن بقى له حوالي 4 شهور أو 5 شهور. شيز بيرفكت ناو الحمد لله، بتقدر تشوف كويس، تلعب كويس. شيز هابي. كان يو سي سام ووردز ان انجلش؟ ثانك يو ثانك يو فيري ماتش. There's a big difference. Now she's smiling. Yeah. Now she's smiling. Yeah. Now she's smiling. Yeah. Look at me here. لو عندك أو عند أي حد يهمك مشكلة في عينيه، ما تترددش تتصل بينا في طبيب.